السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن الأنيميا اللي بتسبب نقص الإنتاج، الأنيميا يا جماعة أو نقص الحديد. معانا الدواء النهاردة هو أول مرة نستخدمه اللي هو فيتافيرول، هو حديد. ملحوظة يا جماعة، اللي عايز الفيديو باختصار هيلاقيه على قناتنا التانية اللي هي قناة معلومات في تربية الحمام، بتقدم الفيديو فيديوهات قصيرة مختصرة، لكن احنا هنا في القناة دي بنقول الفيديو بالتفصيل وبنقول ايه كل المعلومات عنه والأدوية الشبيهة كمان له. طيب ليه احنا جبنا الدواء ده؟ هنقول لحضرتك احنا استخدمنا ده رافع مناعة يا جماعة. حد يقول ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ده رافع مناعة بتعطيه قبل التحصينات، لما تكون هتاعت التحصينات اللي هي السنوية او اللي هي كل 6 شهور، سواء للجدري او للسلمونيلا، فده بنستخدمه كرافع مناعة قبل ما نعطي الادوية اللي هي القوية دي، تمام، عشان نرفع مناعة الطائر قبل ما نعطي الادوية. طيب احنا هنقول برضو ايه الجرعة اول والسعر. السعر ده يا جماعة 9 جنيه، ده رخيص جدا ب9 جنيه، 120 ملي. دايما بنبحث لكم عن الادوية اللي سعرها قليل، الادوية البشري سعرها دايما اقل من الادوية البيطرية. طيب احنا هنقول اول الجرعة بتاعته قد ايه. معنا لتر المية اللي متعودين عليه حضراتكم اهو، ومعنا السرنجة اللي بنستخدمها نعاير بيها، ودي ازازة الدواء بنرجها دايما، ترج ازازة الدواء الاول وناخد منها 3 سنتي. ثلاثة سنتي نحطهم على لتر المية اهو، ونقلب المية كويس ونقدمه للحمام. لو انت شايف ان الحمام محتاج الحديد، طيب هنشيل المية ونقدمه للحمام ونقول لكم بعد كده بتستخدم قد ايه. احنا بنستخدمه ثلاث ايام في، لو بتستخدمه لاول مرة، او لو انت شايف ان الحمام عنده الانيميا، الحمام هزيل، الحمام ضعيف، الحمام مش بيبيض كويس، انت بتستخدمه 3 ايام، ده للعلاج. لكن للوقاية بتستخدمه مرة كل 10 ايام، يعني لو انت كده مفيش اي حاجة، مفيش اي مشكلة، اعطي منه مرة كل 10 ايام، بيجيب نتيجة جيدة جدا. هنقول لحضراتكم في ايه الحديد. طبعا عارفين ان هو اللي عنده انيميا بيكون ضعيف، سواء في الانسان او في الطيور او في الحيوان، ده بيكون صحته ضعيفة، وازاي هتاخد منه انتاج. كذلك في الطيور ان هي الحمام مش هيبيض، وبيخلي كمان قشرة البيضة، لو بيض قشرة البيضة بتكون بيضة ضعيفة، وممكن كمان يبيض بيضة واحدة او يتأخر في البيض، تعرف كده ان هو الحمام عنده انيميا او نقص الكالسيوم. ده موضوع تاني برضو كنا عملناه قبل كده، يعني بيكون فيه نقص الانيميا او عنده نقص الكالسيوم بيخلي الحمام برضو ما يبيضش. وبرضو الذكر لو بيروق البيض، يعني الذكر لو عنده انيميا هيروق البيض. زي ما قلنا استخدام فيتافيرول، فيتافيرول بيستخدم لمدة 3 ايام في حالة العلاج، 3 سنتي على اللتر. ولو وقاية بتستخدمه مرة واحدة بنفس الطريقة كل 10 ايام. بيعطى كمان يا جماعة لزيادة الوزن، زيادة وزن الزغاليل، يعني انت تعطيه فترة الزغاليل ده بيزود لك. اللي بيشتكي دايما ان الحمام بتاعه هزيل والزغاليل حجمها قليل وضعيفة، يستخدم الدواء ده يخلي عندك الزغاليل كويسة جدا. وبيستخدم للريش، الزغاليل اللي ريشها مش كويس او ريشها بيبقى طالع ريشها قليل، يعني ده بيحسن من ريش الزغاليل. ويعطى ايضا للحمام الكبير في فترة القلش،
يعني بيقلل فترة قلش الريش اللي هي تغيير الريش، مما يساعد على زيادة الانتاج. يعني الحمام طبعا حضراتكم عارفين ان هو بيبقى فترة القلش او عنده ناقص ريشة واحدة مش بيبيض، لكن ده بيساعد على نمو الريش بسرعة اللي هيقلل فترة القلش، يساعد على زيادة الانتاج طبعا، يعالج مشكلة البيضة الواحدة او عدم البيض نهائيا. طيب احنا هنقول برضو احنا كنا استخدمنا ايه الادوية البشري اللي استخدمناها قبل كده. احنا دايما بندور لكم على الادوية البشري اللي سعرها رخيص وتكون فعالة في علاج الحمام، تكون فعالة في علاج الحمام. هنقول زي ايه استخدمناه قبل كده، نبات ده احنا استخدمنا قبل كده بيبي فيت، حضراتكم كلكم شفت الفيديو، هنسيب لكم روابط الفيديوهات. استخدمنا بيبي فيت اهو للاطفال، دواء امن جدا اهو. استخدمنا بيبي فيت واستخدمنا اللي زيه برضه تقريبا، هو زيه بالظبط، في دروب، في دروب هو زيه، اختلافات فيه اختلاف حاجات بسيطة. أدوية أسعارها رخيصة، دي أدوية إيه اللي إحنا قلنا عليها الفيتامينات، مش بنتكلم على الأدوية اللي هي البشري وبس، لكن هي دي فيتامينات. استخدمنا برضو أدوية بشري في الكالسيمات، كالسيمات كل الحاجات دي عملناها في فيديوهات سابقة، هسيب لكم روابط بتاعتها. أيضا لسه عاملين قريب قوي اللي هو الأيمولانت اللي قلنا عليه، رفع مناعة، افضل رفع مناعه بشري يا جماعه. هقول لكم برضو بعد كده ايه الادويه البيطري اللي استخدمناها، ده برضو الخميره، راس الخميره البشري اللي بنستخدمها بعد المضادات الحيويه او بعد الفلاجيل، خاصه بعد الفلاجيل يا جماعه، اللي قلنا دايما ان هو الفلاجيل بيقتل البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. العبوة دي بتسعة جنيه ونص، ممتازة جدا، فيها اقراص لو انت عايز تقطف الفم، اقراص الخميرة دي. احنا قلنا الديكال، مش فاكر الديكال او بيديكال، برضو استخدمناه، كل دي ادوية بشر، الديكال او بيديكال، مع الوقت البيديكال مفيش الديكال، لكن هما الاتنين زي بعض تمام، دول ادوية بشري. طيب استخدمني ايه بقى بيطري اللي دايما اساسي بيكون عندنا؟ السيلينيوم، السيلينيوم المستورد اللي بنستخدمه في حالة البيض الفارغ، لو الدكر بيروق البيض بنستخدم السيلينيوم ده، برضو عملناه في فيديوهات سابقة، زائد الجروفيت بلاس، هي لبوة فاضية لكن هو الدواء لونه اسود حضراتكم شفتوه كتير، بيكون لغاية هنا بعشرين جنيه، دي بناخد فيها بعشرين جنيه سيلينيوم مستورد، وجروفيت بلاس برضو المستورد، دول دايما اهم شيء يكونوا عندي دايما، متوفرين عندي دايما في تربية الحمام. احنا قلنا الخميرة دي، في خميرة تانية بيطري وفي خميرة فورية، المهم لما تيجي تجيب خميرة عندك تلات انواع او اربع انواع خميرة، عندنا الخميرة البيطري زي كده، هو كيس كبير زي كده افتكر سعره 15 جنيه كيلو، خميرة ببعضه بتضاف على العلف كيلو ب15 جنيه، زائد الخميرة الفورية، زائد اللي هي بتستخدم في الطهي خبز يعني، زائد ان في خميرة كمان اللي هي القطع اللي بتجيبها من المخبز. الخميرة دي افضل شيء يا جماعة اللي انت تجيبها من المخبز بتاع الخبز. هنشوف الزغاليل دلوقتي اللي احنا بنعدها للبيع، بنجهزها للبيع اهو، ده زغلولين وفي لسه تاني اقل في الحجم وفي العمر شوية. دي يا جماعة عينة من الزغاليل اللي هنعملها في فيديو البيع، اللي هو مزاد اللي بنعمله دايما، فيديو المزاد اللي عجب حضراتكم، دي عينة وفي لسه تاني هنبقى نصورها لكم في فيديو مخصص للبيع، انتظروا الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.